عشرة تسعة. فيدان شو صار لك هلا؟ بدك تقتل عيلتك معقول؟ سهام لازم تتصرف. فيدان ثمانية سبعة. ثلاثة. بابا. اثنين. واحد. لا مرت أمي. تفضل، بدك تعرف مين القاتل؟ أنا اللي قتلت لبوربا. يلا عوصني، قتلني فيدانت، قتلني إذا هالشي رح يريحك. شبك ستي، انت هيك عم تظلميني وتخلي القاتل ينفذ؟ بالعكس تماما، انا ماني عم بظلم حدا، وهذا اللي انت عم تعمله عم يظلمها لبوربا كثير. شو مفكر انت؟ بوربا رح تكون رضيانه باللي عم تعمله هلا؟ شو بدي اعمل ستي؟ ما عم بقدر اتحمل، كيف بدي خلي اللي قتل لبوربا يروح؟ فيدانت حبيبي صدقني انا حاسه فيك، وبعرف قديش انت مقهور وموجوع، بس اللي عم تعمله غلط حبيبي. فيدان جاوبني، انت متأكد مين بيكون اللي قتل لبوربا؟ اذا متأكد قلت له موافقة. بس انت مو متأكد، ما فيك تتصرف شي على أساس الشك وبس. القاتل رح ينعرف ورح يتعاقب على عملته، اطمن من هالناحية. القانون رح ياخد لك حقك، كون متأكد. ما عاد فيني أصبر وأتحمل أبداً يا ستي. ما عم بقدر صدق إنه بوربا تركتنا وراحت. ما عم بقدر أتخيل إني رح كمل حياتي بلاها ستي. فيدانت حبيبي لازم تكون أقوى. قوم حبيبي، يلا قوم خلينا نبلش نودع على بوربا. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.